كما ينضم إلينا هاتفين المهندس تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة تجيل. تحياتي لك باشمهندس تيسير. أهلا بسيادتك دكتورة، كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين والمصريين كلهم. باشمهندس تيسير، مؤتمر اقتصادي كبير ستنطلق فعاليته غدا على أرض مصر، أهمية هذا المؤتمر الاقتصادي الذي يضم عدد كبير جدا من المحللين الاقتصاديين وأيضا الخبرات الاقتصادية، وكيفية الاستفادة من هذه الخبرات؟ الحقيقة حدث مهم جدا لمصر المؤتمر الاقتصادي، وخاصة في الظروف العالمية اللي العالم كله بيعيشها دلوقتي. احنا جزء مهم في العالم وبنتأثر بالتأثيرات اللي في العالم وبنأثر فيه أيضا. المؤتمر الاقتصادي خطوة على الطريق الصحيح اللي احنا ماشيين فيه والقيادة المصرية ماشية فيه من أجل المواطن البسيط. نعم. مفيش شك ان احنا كلنا بنشعر بارتفاع في اسعار، بنشعر بمشاكل موجوده في بعض، لكن زينا زي بقيه الناس، ما احناش حاله خاصه او ما احناش ظروفنا خاصه. بقيه العالم كله بيتاثر النهارده بظروف الحرب خارجا من كورونا. الكلام ده حقيقي، مش بنقوله يعني لكن في النهايه احنا بنقول ان المؤتمر الاقتصادي واقفه امام النفس من اجل بكره. احنا شفنا البنيه الاساسيه بتتعمل، شفنا الطرق اللي بتتعمل، شفنا التطوير اللي بيحصل في شبكة المعلومات في كل شيء. كان لازم الكلام ده يتواكب معاه نظرة إلى المستقبل في الاقتصاد. شفنا سيادة الرئيس لما دعا للمؤتمر الاقتصادي، كانت في وقت مهم جدا. الوقت ده مرتبط بظروف المواطن العادي. أنا هتكلم كلام بسيط عشان المواطن يسمع ونستوعب، مش عايزين نقول كلام يبقى بعيد عن المفهوم العام لينا. احنا كلنا عايزين بنشتغل من اجل المواطن البسيط، من اجل العامل، من اجل الفلاح، من اجل كل الناس. المؤتمر الاقتصادي ده برساله او مش رساله، خطوه على الطريق من اجل النهوض بالحياه، وان احنا نقدر نقول له الحياه تبقى حياه كريمه. حياه كريمه يعني يقدر يدبر ماله لاكله لشربه لعلاجه لتعليمه، النقط الاساسيه دي. ده كله مش هيجي الا بالبلدي كده بالفلوس. الفلوس تيجي من ايه؟ من الاقتصاد. نعم. طب المؤتمر الاقتصادي ده هيعود علينا بايه؟ لكن باشمهندس تيسير، هذا الحديث سيقودنا الى سؤال مهم جدا. هناك قضايا عديده اقتصاديه مطروحه على طاوله النقاش داخل المؤتمر، برايك ما هي اهم هذه القضايا الاقتصاديه التي يجب مناقشتها داخل المؤتمر الاقتصادي، وايضا يجب على كل الاقتصاديين ان يعطوا لهذه المشاكل الاقتصادية قدر كبير من النقاش؟ هقول لحضرتك ببساطة، الزراعة والصناعة أهم ملفين موجودين، هم دول اللي خرجونا من الأزمات اللي ممكن نتعرض ليها. الصناعة ليها بعض المشاكل، معوقات الصناعة، توطين الصناعة، المصانع المتوقفة عن العمل، ازاي نفكر ان احنا نحل لهم مشاكلهم، ازاي نخفض من الاعباء اللي موجوده عليهم من اجل التصدير او من اجل سد فجوه الاستيراد. الزراعه مشاكل الفلاح عشان يقدر يزرع ويقدر يكسب كمان. يعني احنا عايزين نغير الفكر من عدم النظر الى المكاسب اللي تعود على كل صانع او كل رجل اعمال او كل مستثمر، الى ان ده حقه انه يكسب ويشتغل، وان احنا ننطلق الى الامام. واحنا شفنا في يوم من الايام سياده الرئيس يقول انا نفسي يبقى المواطن دخله 30,000 واكثر من 30,000. الامل ده مش هيتحقق الا لو احنا اشتغلنا وشفنا المشاكل اللي موجوده عندنا ونتحرك فيها. نقطه مهمه انا عايز اقول لحضرتك عليها، ان الامن والامان دول عنصرين مهمين جدا لازم احنا نحط لهم اعتبار. الامن والامان اللي احنا بنعيش فيهم، يعني احنا لو ما فيش مشاكل عالميه واقتصاديه وما عندكش امن وامان هتشتغل ازاي؟ فالمساله كلها مرتبطه مع بعضها. ايضا بعض الناس اللي هي بتقول عندها مشاكل، اي نعم عندنا بعض الناس تشعر بالمشاكل، تشعر بضيق، لكن نختلف على وجهات النظر، لكن لا نختلف على الوطن وحمايه الوطن. بالتأكيد. لابد من اننا جميعا نتكاتف في ظل الظروف دي، ان احنا نقول احنا ايد واحدة مع القيادة السياسية مع رئيس الجمهورية من اجل عبور المشكلة، او من اجل مش مشكلة، من اجل عبور الظروف اللي احنا فيها واللي العالم كله بيمر فيها. عندنا مصانع عايزة تشتغل، ايوة، ايه اللي عايزاه المصانع من توفير للاموال؟ عايزين نعمل مبادرتين، المبادرتين يبقوا متلامسين مع بعض.
مبادره للصانع وللزارع ان احنا نخفف من المكاسب بتاعتنا. وفي ناس كتير هتقول لك احنا مش شغالين اصلا عشان بنكسب. ايوه، ازاي الايام دي نقف جنب المواطن باننا نخفض من اي عائد يعود لينا بقدر المستطاع. الجانب الاخر جانب الدوله انها ترعى هذه المصانع والفلاح والعاملين كلهم باننا نخفض كمان من بنود التكاليف اللي هي بتتحط على او من الاعباء اللي بتتحط على الصناعه والزراعه من اجل العبور. يعني احنا محتاجين باختصار شديد جدا ان احنا محتاجين في ظل الظروف الغير طبيعيه والغير تقليديه قرارات غير تقليديه. اتمنى وصلت الفكرة. ان المؤتمر الاقتصادي يطلع لنا قرارات سريعه، والحكومه طبعا برئاسه الدكتور مصطفى كلنا بنثق فيها، ان يبقى في قرارات سريعه تحرك المسائل ويعود بالنفع على كده. نتمنى ذلك. المهندس تيسير مطر، وكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ، رئيس حزب اراده تاجيل، شكرا جزيلا لك.